بالنسبه للفاجئه حنا يا ولاد الحوم هادو كاملين الدراري اللي بورا اللي خدامين بديك الشركه يا ولاد الحوم اما كاتب محمد بوبري كذلك العائله يلاه تجوج عنده جوج الوليد صلاح حسن له فهمت انا هادشي هذا اللي كتحمل المسؤوليه هي الوزاره الوصيه على هذا قطاع الشغل هذا بوبري راه بحال اللي عنده مقاوله صغير يا يعني إلا عنده الشانة مخدم عباد الله بوبرانية راه مازال هذا مخدم لهم يد العميل فهمتيني يعني العيب بوبري ماشي شي واحد يعني بدا من الزيرو تا هو كان العايد الخياطة ولد الدومين عمل ديك المويكناس بوبري خدام بيه بحال اللي غنقول لك هو بيدو معاون الدولة مخدم لهم واحد العدد واخا 25 ولا 30 يعني عاد تقات السكينة خدامين مع بوبري هادشي هذا قدر الله الخاوة الله يرحمهم كاملين وهاد العي محمد نتمنوا من الدولة شي تعويضات العائلة الأسر ديال هاد الناس هادو باش يعيشوا ديك وليداتهم اللي خلاوه هادشي اللي غنقدروا نطلبوا من الدولة ومن سيدنا يراعيو لهم واخا يعملوا لهم شي كارطة ديال الإنعاش وكذا فهمتيني يعيشوا بها ديك العواو دابا بغيت توضح لنا هذا اللي يعني صاحب المعمل هو شي تكون اون فاس مع داك الدري اللي لا حنا يجينا انا الخاوة هذا صاحب المعمل قول لنا انك يعني باش مول المعمل الخاوة بوبري بدا من الزيرو تا هو كان يخيط اما هذيك المويكنات مخدم معايا الدراري ديال الحوم واكلين مع طريب دول الخلف كاملين كيصرفوا كاملين مجوجين كاملين كيصرفوا على وليداتهم يعني عامل بليزر فهمت مثلا الدراري ما جبرتش في الشركه الخدمه خدامين معاه واحد منهم يعني حنايا الساكنه كان هادو اللي ماتوا بعدا كاملين ولاد الحاوم واللي خدامين معايا ولاد الحاوم السيد قدر الله وهذا الخا ولا يتحمل المسؤوليه لا تحمل اللي خصو يتحمل المسؤوليه هما كيقولوا معمل سري من معمل سري فين هو المقدم والشيخ والقايد والباشا هذا كيقولوا معمل سري فهمتي الا كتصرح الدوله بان معمل سري هذا السيد هذا ماشي اليوم هذا بدا الخدمه ماكسيمو عنده ديك المعمل واحد 6 سنين ولا 5 سنين اذا هاد المسؤولين فين كان هما اللي كيتحملوا المسؤوليه في هادشي هذا الخاف اما السيد مازال عتق المحب 20 اسره ولا 25 ولا 30 اسره خدامه معاه كتاكل طريب دو الخبز كدين وليداتها ما تاكل تخلص كرا وتعيش بها والمجتمع ديالنا راك عار دابا هاد السيد حنايا نطلبوا يبقى كان تيشوف المسكين ما خدامش قال لي يلاه بدا السكينه كامله خدامه معاه السكينه حيت في هاد الجائحه النصف المعام شادو خصوصا اللي ديك المعام اللي مثلا هي الحفار ملي شادو بقاو هاد الناس ضايع جا السيد هذا خدم الدري ديال الحومه معاه صافي شريكه هاد العائله عمر سلاه ماشي شي واحد بوبراني كاملين بهم عمر سلاه هو دابا باقي في المستشفى مسكين الحال باقي في المستشفى نتمنى والله هنايا تحس صاحب المعمل هو اللي عادي البوبري هذا صاحبنا وقرا معانا يعني حنايا عشنا مع بعضياتنا الدغدا 40 عام هنايا باقيين بالك باقيين قراويين هنا هاد السيد هذا ماشي شي واحد عاد جاو حنا الله عمل المويكنات ديالهم خدم الجيران بورانيين تا هما واقفين مضروبه فيهم صلعطة وحنايا الطبقه كديحه راه حنا عارفين كيفاش كنعيش الشهر تكملوا بكريدي باش تعيش ولاد مازال هاد السيد هذا كان عاتق السكين واحد 30 ولا 40 ديال الناس مساكينه خدامه معاه يعني ما واحد الحاجه كبيره كيعملها الدوله ودار 40 اسره ماشي سهل 40 اسره اللي عنده كرا اللي عنده كذا اللي عنده نتمنوا من الله يتشافى وهاد مسؤولين يحاولوا مثلا ما يكبوش على هاد المهمه يتحملوا المسؤوليه هما هادشي اللي كاين الخوار والله الله يرحمهم كاملين الخوار بالنسبه لواحد السؤال ساقس يا خا ان كنشوفوا ان كل شيء بغني يحملوا لهاد صحيح ايه والدوله هي الداخليه ضروري الداخليه تغطي لها القايد والباشا راه باينه انا اسحب من المسؤوليه بالحق لا قلنا شي دوله هاد السيد راه عايز 40 ديال الاسر كتحسني 40 ديال الاسر كامله كاريه كامله عندها العواو كامله كده مقاولة الصغرى حنا يا سيدنا قال مقاولة الصغرى وهذه مقاولة الصغرى عادي السيد مخدم 40 ديال الاسر اذا هذا السيد بلا ما يحملوا مسؤولية ويعني وهذا المعمل ماشي هو اللي كيخدم بهذه الطريقه حنا طنجه كامله معامل بهاي احياء شعبيه كامله هو في حي مسكين ثلاثة معامل ها هي انا بحال المصاري كاين جوج معامل اخر والكراسات كاملين معامل ماشي عادي إذا هنايا كتحمل مسؤولية الدولة والوزارة الوصية على الشغل. السلام عليكم الخبر.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وغير التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.